<تسجيل> السلام عليكم اعتنى القرآن الكريم أيما اعتناء بالتكافل الاجتماعي واعتبره قيمة حضارية عظيمة جليلة في الأمة الإسلامية. سبق بها كل المدنيات والقوانين الوضعية المتحطرة. هذا إضافة إلى كونها عبادة مالية روحية شعورية تكسب فاعلها الأجر في الدنيا والآخرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا حث الله عز وجل في العديد من آياته على ضرورة التراحم والتعاطف بين الفئات المستضعفة في المجتمع من فقراء ومساكين وأيتام وغيرهم ودعا لاكرامهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم بما لا يقدح في كبريائهم ومشاعرهم يقول ربنا: واما اليتيم فلا تقهر. ولم يقتصر الهدي القراني في حثه على التكافل على اغاثة المحتاج ومؤازرة صاحب الضائقة بل تعدى ذلك واشار الى اهمية حث الناس بعضهم بعضا على التكافل يقول ربنا جل وعلا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين هذه الايات من سوره الفجر تخبرنا عن قوم عاد وثمود وفرعون الذي بنى الابنيه العظيمه لكن الذي لم يلفت نظرنا هو ان الله تعالى حين ذكرهم ذكر معهم من شين افعالهم عدم اكرام اليتيم وعدم الحض على اطعام المسكين وترك الحديث عن طغيانهم في كفرهم وعن شنائعهم العقائديه وما ذلك الا لشناعه الانفلات من مؤازره المحتاج مما لا شك فيه ان الاسلام في ذلك في اهتمامه بمنظومه التكافل قد تربع على عرش الاخلاق والقيم الحضاريه سابقا بذلك جميع النظم والقوانين والتشريعات الارضيه التي سرعان ما يظهر زيفها لانها مرتبطه باخلاقيات واضعيها. وانظر معي الى لفظه تكرمون. لم يقل الله عز وجل لا تنفقون، لا تطعمون او غيرها من الالفاظ المشابهه، ولكن الله عز وجل عبر بالاكرام. وفي ذلك حكمه وسر. والسر والله اعلم. أن الإكرام عام وشامل للمادي والمعنوي والنفسي والمالي أو ربما يكون التعبير بكلمة الإكرام مما تتقبله النفوس، لا تكرمون اليتيم. فالنفوس تتقبل قضية الإكرام ولكنها لا تتقبل قضية التصدق أو المساعدة على سبيل المثال، فمثلا أنا أقول لك أنا أريد أن أكرمك. فأنت غالبا لا تتقبل مني قولي لك أريد أن أتصدق عليك أو أنفق عليك، ولكنك تتقبل مني قولي أريد أن أكرمك، فانظر إلى استعمال الله عز وجل لهذه اللفظة في موضعها هذا. وأيضا يمكن أن يكون اليتيم الذي فقد والده وشعر بغربة في مجتمعه، يمكن أن يكون ذا مال، لا يحتاج منا إلى النفقة والإطعام والكسوة، وهذا حاصل في المجتمع. يعني لا يحتاج القضايا المادية. لكنه يحتاج منا امورا معنويه غالبا كالمسانده واشعاره بانه ليس لوحده ومحاوله تعويضه عن النقص الذي لقيه من فقد الاب الحاني، وهذا كله من الاكرام بل هو من اجل وافضل انواع الاكرام. ولم يقتصر القران الكريم على اكرامهم بل دعانا الى الحث على الاكرام والتكافل فقال: ولا تحاضون على طعام المسكين يعني لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين وفي هذا ذم والتفت معي إلى نقطة مهمة حيث اعتبر الله عز وجل عدم الحض مذمة كبيرة شنيعة فكيف بمن يقدر ولا يطعم إذا كان الله عز وجل قد ذم عدم الحض فكيف بمن يقدر ولا يطعم وكذلك فهي فرصه عظيمه لمن لا يقدر على معاونه المحتاج كان الله عز وجل يقول له لقد فتحت لك بابا هو ان تحث وتحض على اطعام المسكين لان الحق سبحانه لما ذم على عدم الحض دل ذلك على مدح من يحض على الاكرام ان صور الدعوه الى التكافل المجتمعي تعددت وتنوعت وقرأ ان شئت قول الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والتفت كيف قدم الله عز وجل واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى قدم قضيه اكرام اليتيم وقضيه التكافل على قضيه خطيره وهي التكذيب بالاخره وفي الحديث عمن اوتي كتابه بشماله يقول ربنا عز وجل في قرانه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ما اعظم هذه القضيه التي استحقت ان يعطفها الله على عدم الايمان به جل جلاله. وتخصيص الامرين بالذكر لما قيل ان اقبح العقائد الكفر واشنع الرذائل البخل. وقسوه القلب واما عن التكافل بين المجتمعات الانسانيه فالاسلام والقران لم يهملا هذا الجانب ابدا فقد رسمت لنا الشريعه طريقه ذلك في قول الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم اصابعه. نصوص السنه النبويه متوافره في الارشاد الى التكافل. ولم تاتي النصوص كعمومات بل خصصت صورا اذكر بعضا منها. فعن عبد الله بن ابي قتاده ان ابا قتاده طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال اني معسر قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه فتركه يقول ربنا جل جلاله: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه". وان من مظاهر التكافل الاجتماعي في الاسلام رعايه حقوق الجوار فقد اكد الاسلام على البر بالجار وصلته وكف الاذى المادي والمعنوي عن طريقه وايصال الخير اليه فعن سيدتنا عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وليس هذا وحسب فلقد حظ الاسلام على الاحسان الى الغريب وجعل له نصيبه من الزكاه فقد ذكره الله عز وجل في الاصناف الثمانيه التي عددتها ايه الزكاه يقول ربنا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم ابن السبيل هو الغريب الذي ضيع ماله في غير بلده، يعني قد يكون في الاصل غنيا ولكنه يسافر الى بلد فيضيع ماله فيستحق نصيبا من الزكاه. والتكافل في اسعاف المحتاج هو من الانواع التي حث عليه الاسلام فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر طعامًا أربعين ليلةً فقد برِئ من الله تعالى وبرِئ الله تعالى منه وأيُّما أهل عرصة أصبح فيه امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئٍ يخذل امرا مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله, خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته وما اعظم تلك الخطوه التي نحسب ان التاريخ لن ياتي بمثلها شكلا ومضمونا ولن ياتي بمثلها يقينا من حيث الواضع والموضوع له هذه ليست احجيه تلك التجربه هي المؤاخاه بين المهاجرين والانصار التي وضعها سيد البشر صلى الله عليه وسلم لخير قرن هم اصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم لقد اثرت معامله الانصار الكريمه للمهاجرين في نفوس المهاجرين تأثيرا عظيما فلهجت ألسنة المهاجرين بكرم الأنصار فعن أنس قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال لا ما اثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم يعني بالثناء والدعاء لهم لا يكون الاجر جميعا للمكرم بل يكون الاجر للمكرم والمكرم تلك هي المؤاخاه بين المهاجرين والانصار رضوان الله عليهم وصلى الله على سيدنا محمد جاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بماله عندما اشترى بئر رومه من يهودي وتصدق بالبئر على المسلمين وجعلها رضي الله عنه وقفا عاما للمسلمين يدلو هو رضي الله عنها منها بدلو كما يدلو غيره من عامه المسلمين لا يميزه عنهم انه هو الذي اشتراها فاين هذه القلوب واين هذه الهمم التي اعجزت من بعدهم رضوان الله عليهم. حقا اولئك اجدادي فجئني بمثلهم. لقد كان يمكن اخذها من اليهودي دون مقابل لان الامر يصب في مصلحه الوطن الذي يسكن به الجميع، غير ان ذلك لم يقع، بل كان الشراء بالاختيار من صاحب البئر، وكان الاحترام التام لملكيته، وبقاء البئر بيد اليهودي حتى تم الشراء. وفي ذلك دلاله على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر اليهود على ما تحت ايديهم ولم يجبر احدا على التنازل عما يملكه، مما يدل على قمه العدل والانسانيه التي يكفلها الاسلام لمن يعيشون في رحابه وتحت ظلال دولته. كان للتابعي الجليل عروه بن الزبير رضي الله عنه بستان من اعظم البساتين بالمدينه وكان يجدد حيطانه كل سنه لحمايه اشجاره من اذى الصبيان والماشيه حتى اذا اينعت الثمار وطابت للاكل وحان قطافها اقبل على السور فهدمه في اكثر من جهه ليتيح للناس ان يدخلوا البستان ويحملوا منه ما شاءوا بين قوسين ايثار عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتذمر بعض عماله من سياسته المالية قائلا إنك أضررت ببيت المال فأجابه عمر بحزم الواثق أعط ما فيه فإذا لم يبق فيه شيء فاملأه زبلا روى ابن عساكر أن عمر كتب إلى أمصار الشام أن يرفعوا إلي كل أعمى في الديوان أو مقعد أو من به فالج يعني شلل أو من به زمانة تحول بينه وبين القيام والذهاب إلى الصلاة فرفعوا إليه فأمر لكل أعمى بقائد وأمر لكل اثنين من الزمنة يعني المرضى بخادم إنما تبذله من جاه أو عون أو مساعدة قد تحتاجه أنت في قابل الأيام فقد تصير في موقف انت في امس الحاجه فيه الى من يعينك وينقذك ويساعدك ويخرجك من مازق صعب وقعت فيه خير ايام الفتى يوم نفع واصطناع العرف ابقى مصطنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع الا ما زرع ليس كل الدهر يوما واحدا ربما انحط الفتى ثم ارتفع. ورد أن ابن سعيد بن العاص لما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني أيكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه الأكبر: أنا. قال: إن فيها قضاء ديني. قال: وما دينك يا أبتي؟ قال: يا بني في كريم سددت خلته وفقره ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء فبدات بحاجته قبل ان يسالها قال ابو حاتم رحمه الله ما ضاع مال ورث صاحبه مجدا ولولا المتفضلون مات المتجملون ولا يستحق اسم الكرم بالكف عن اذى الناس الا ان يقرنه بالاحسان اليهم فمن كثرت في الخير رغبته وكانت في اصطناع المعروف همته قصده المحتاجون وتأمله الملهوفون والمعوزون ومن كان عيشه وحده مقتصرا على نفسه فهو قليل العمر وإن طال عمره والبائس من طال عمره ولم يبذل المعروف ولم يقضي حوائج إخوانه أعانني الله وإياكم على فعل الخير اتينا الى الفقره التي يكثر سؤال الناس عن بعض الاشياء في حياتهم العمليه وفي امور اخرتهم شاب يقول انا ارغب في ان اتم نصف ديني بالزواج واريد الزواج عصمه لنفسي من الحرام ولكنني في الوقت ذاته اريد ايضا ارسال ابي وامي الى الحج واخشى ان تزوجت بهذا المبلغ الموجود عندي ان يتوفاهم الله عز وجل واكون بهذا قد منعتهم من اداء الفريضه واتحمل ذنبا علما بان حالتي الماديه بسيطه جواب هذا السؤال زواجك بالمال الموجود لديك مقدم على صرفه لارسال الوالدين حفظهما الله تعالى الى الحج لأن في الزواج غضا للبصر وإحصانا للفرج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك فعليك إذن أن تبدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول وأما الوالدان حفظهم الله فليس الحج بواجب عليهما في هذه الحالة لعدم استطاعتهما والحج واجب على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإن توفي والداك قبل التمكن من أداء فريضة الحج أطال الله عمرهما بالعافية فلا حرج عليهما ولك أنت أن تقضي عنهما الحج بنفسك أو تستنيب من يحج عنهما من مالك متى تيسر لك ذلك ضعف الله أجرك ويسر الله أمرك وأمر والديك سائل آخر يسأل يقول: أيهما أفضل عند الله تعالى؟ أداء فريضة الحج أو عمرة في شهر رمضان أو الزواج لمن كان أعزبا؟ والجواب قريب من الجواب الماضي، إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا والعياذ بالله فقدم الزواج على أداء فريضة الحج والعمرة. وإن كنت لا تخاف على نفسك من ذلك فقدم أداء فريضة الحج والعمرة على الزواج والله هو الموفق. سائل اخر يسال فيقول: هل يجوز للمراه ان تمنع نفسها من الزواج بعد وفاه زوجها الاول؟ او هل يجوز للرجل ان يامر زوجته الا تتزوج احدا بعده من الرجال ان مات هو قبلها؟ والجواب: لا ينبغي للمراه ان تمتنع من الزواج بعد وفاه زوجها، لانه امر اباحه الله تعالى لها. وفيه ستر ووقاية لها. وأما المنع أو الامتناع فهو خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده. ولا يلزمها طاعته ولو أمرها بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وهذا الأمر الذي أمرك به الزوج ليس من المعروف. سائل آخر يسأل فيقول: ما صحة قول القائل اذا اراد الزواج اريد ان اكمل نصف ديني يعني الزواج والجواب السنه دلت على مشروعيه الزواج وانه سنن من سنن المرسلين وبالزواج يستطيع الانسان بتوفيق الله تعالى التغلب على كثير من نزعات البشر يعني من الشهوات ونحوها فإن الزواج أغض للبصر كما تقدم وأحصن للفرج كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحاكم في المستدرك عن أنس مرفوعا: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. وروى البيهقي في الشعب عن الرقاشي بلفظ: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف دينه. فليتق الله في النصف الاخر. والله تعالى اعلى واعلم واجل واكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بهذا ينتهي لقاؤنا والى لقاء اخر باذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.